نكمل إن شاء الله اليوم المحاضرة ونتكلم على حاجزينها برضو، ما زلنا في مساق الـ Women's Health Issues. إيش معنى Women's Health؟ اللي هي صحة المرأة. When a woman is healthy يعني she has energy to fulfill many roles in her family, community and building satisfying relationship with the others. لما تكون الأم بصحة جيدة فهي اللي قادرة تكمل كل الرول تبعتها. إذا بنحكي إنه الأم هي نص المجتمع، أنا بقولكم هي الأم كل المجتمع، أو المرأة هي كل نص المجتمع وهي بتكمل النص الثاني، وهي اللي بتحتوي، هي اللي بتسهر، وإحنا زي ما حكينا دورنا complementing إحنا والميل والفيميل. طبعا طول ما أنت دائما أنا بركز أنت ثم أنت ثم أنت، صحتك أهم من كل إشي، لأنك أنت بدك تقومي في كل الدور الثاني. لازم أنت have energy to fulfill many role in the family، أنت لازم أنت تكوني بصحة جيدة عشان تعملي كل الأدوار التانية وتأدي كل أدوارك في المجتمع، في building satisfied relationship with the others، وأنت زي ما تقولي في كل المجتمع أنت الدور المهم في الفاميلي، في العيلة، في الأهل، في المجتمع كله. وانتو شايفين احنا بتطلعوا اذا كانت الام بالذات، اذا الام تعبت في البيت هتلاقي كل البيت تعب، ما حدش بيقدر يكمل الدور تبعها الا هي. عشان كده لازم اقول you are first، انت اولا. Every woman has right to be complete health care through her life in all areas. كل الستات لازم تاخد بالها ان صحتها تكون كاملة مكتملة من حد طول حياتها، من حد ما تنولد لعند ما تموت. ما نقول انه هو خلاص هذه كبرت، ما نقول لا هذه فيميل لازم تقعد في الدار، صحتها لازم تهتم وتصل للهيلث سيرفيسز، تصل إلها في كل مكان. Although woman health is affected not just by a way her body is made but by social, culture, economic condition. نفس الشيء الكلام اللي احنا قلناه قبل، انه هي صحة الام فقط مش فقط انها هي مجرد اللي هي صحتها الجسدية، لا، الصحة الجسدية حاجات تانية اللي هي social، اللي هي الاجتماعية والثقافية والإيكونوميك سيتويشن كلياتها، والبيولوجيكال والإنتليجنت، زي اللي هي كل اللي هي معنى عملية اللي هي الهيلث. يعني لازم الست تكون كومبليت لهيلث كل النواحي مش مجرد البادي. There are basic inequality between men between women and men. في يا جماعة الخير تمام، رغم هيك انه لازم، بس في شوية اللي هي اختلاف ما بين الومن والمين او المان، انه الومن مور ذان مين سفر فروم بابرتي. ويعني لا انا بقولكم موجودة انه الستات ممكن تكون اللي هي اكثر فقرا من الرجال، لانهم الرجال يعني بيشتغلوا، لكن اذا كانت الست عاملة فهي بتعتمد على الراجل في شغلها. More women than men deny education skills and support themselves. والتعليم ممكن يكون ناس كتير بتفضل تتعلم اللي هي الميل أكتر من تعمل الفيميل، وموجود يا جماعة في كل مكان، حتى عندنا في هنا في فلسطين أو في غزة ما زال الناس بتفضل إن تعلم الولد عن البنت. يعني لكن الحمد لله في تطور كتير، عندنا في تطور كتير إنه الميل بيعلموا الفيميل وبتقف وما شاء الله عليها. ولكن في بعض مناطق تانية في العالم حدث ولا حرج، اللي هي دي فاليو، لا علم، لا وظيفة، بافرتي وحاجات كتيرة جدا. More women than men lack control over their basic health care decision. هو بياخدوش القرار. يعني انا بعرف حتى ناس لهلقيت لما بتعيا البنت تبعتهم مستحيل تروح للعيادة لحالها، مستحيل تروح للدكتور لحالها، لازم يروح معها اخوها، لازم يروح معها ابوها، لازم تروح معها امها، ممكن تكون عيانة طول الوقت تقولوا لها معلش بتروحي بعدين، لانه فعلا في ما زالت نظرة دي فاليو للفيميل. Women's health is a community issues. صحة المرأة حاجة مجتمعية مش حاجة سهلة. لعلمكم الديزيز تبع الفيميل بكلف فلوس كتير أكثر من الميل، لأنها بتخش في حاجات disorder أكثر كتير كتير، هنتكلم عليها إن شاء الله. تمام، يعني قضية الومنز هيلث ايشيو مش حاجة سهلة. الومنز هيلث بتخص كل الكوميونتي، بتكلف فلوس كتير، الدايجنوسيس تبعها والديزيز تاعها مش زيها زي الميل. نشوف اللي هي سم هم يعني حاجات اللي هي بتواجه الست في الفيميل، اللي هي سم هيلث بروبلمز اكت وومنز موست افكت وومنز، اللي هي بور نيوتريشن موست كومن، اللي هي ديسابلينج ذيس بروبلم. هي موجودة، ممكن تكون موجودة فعلا لو انت طلعتي على بعض الحاجات اللي بتصير في التلفزيون او بتسمعي، انه بتلاقي
الناس بتعطي girls give girls food less than boys so they might not اللي هي develop properly which may later cause difficulty during childbirth. بقدر يعني بعض المجتمعات تقول لك اللي هي ده ما بعطوا البنات الفيميل بعطوها اكل اقل من الميل. ويمكن في ناس برضه يروحوا يقولوا لك للذكر مثل حظ الانثى، يعني اذا انا رضعتي قطعه للفيميل لازم اعطي قطعتين للميل. طبعا هذا ليس له من الدين من شيء وليس له من الاخلاق من شيء، ولكن للاسف الشديد بعض الناس ما زالت ان هي تعتبر الفيميل اللي هي دون وبتعطيها كميه اقل. في حاجه لسه يعني كانت الى حد قريب وما زالت عند بعض الناس انه اول شيء لازم ياكلوا الميل الرجال والشباب، وبعد ما يخلصوا اللي بضل هو ودوه للفيميل. وطبعا هذه المشكلة وقتاش احنا بنواجهها، بنواجه مشكلة كبيرة جدا فيها، بنواجه مشكلة كبيرة جدا فيها لما يا جماعة الخير نعطي الفيميل حاجة ليست فود وهي يانج وهي صغيرة وهي فترة الطفولة. وزي ما احنا اذا بتشوفوا انتم اذا بتتابعوني على مادة النورمال، ولا ما قلت لكم في اب نورمال اللي هي بلفس اللي هي بقول اسيوماليكيك او ريكتس بلفس، هذا عنده هشاشة البلفس. ليش؟ لأنه من الأول هي ما أعطت كمية كافية من الفود، وفعلا في هذا صار عندها probably develop اللي هي abnormally. This problem worse by age، طبعا بتزيد مع زيادة العمر بتزيد. أنا مع أنا البنت بالذات كله لازم نعطيه support، لكن أنا بالبنت بالذات والفيميل بالذات من حد ما تنولد وتبدأ بالبيورتي لازم أنا أبدأ أعمل لها اللي هي building لها her body، بدل ما اعمل لها ديكريز للفود اعمل انكريز للفود. لازم اعطيها كالسيوم كفايه، لازم اعطيها اكسرسايز كفايه، لازم اعطيها مينرالز كفايه عشان هي فول. مين اللي هيعمل تشايلد بيرنج؟ هي اللي هتحمل تشايلد بيرنج. مين اللي هتجيها المنسز مانثلي؟ الفيميل. مين هي اللي هيصير تتعرض لكل الكومبليكيشن تبع اللي هي الكومبليكيشن تبع البريجرنسي والريبرودكتيف؟ الفيميل مش الميل. عشان كده فعلا هذه بتزيد اللي هي this problem worse with age because increase the need for good food, increase work load. طبعا عليها اللود كتير من حد ما تمرض وهي صغيرة، بقولك شيزا فيميل والجلع عليك والطبيخ عليك والكلام، هذا اللود كتير. طبعا هذه البروبلم بتزيد بزيادة لانه كمان هي زي ما حكيت قبل بشوية عندها monthly bleeding. المنستروشن هنتكلم عليها في المنسترال ديس اوردر ان شاء الله في الجاينيكولوجي، والمنسز يعني كل شهر تجيها منسز وتفقد الست يعني كميه لا باس امام البلد. هذه اذا هي ما عوضت اللي هي المينرالز وما عوضت الهيموجلوبين وما عوضت اللي هي الكالسيوم حيصير عندها اللي هي انيميا. اكثر حاجه كمان هذه البروبلم ورس ماي البريجنانسي، والبريجنانسي حمل لحاله وبده هم وبده ضيات وبده نيوتريشنز وبده مينرالز وبده فيتامينز بريست فيدينج طبعا وغير البريست فيدينج كمان. ومن سفر فروم جنرال بول هيلث انكلود اللي هي اكزوشنز ويكنس اند انيميا. احنا الفيميل يعني انا بقول لكم كفيميل احنا البادي تبعنا موجود يعني عشان احنا البريجنانسي والحمل وهذا الحد ذاته مش حاجه سهله، لكن احنا للاسف الشديد يا ريت شغلنا بيكون عقد بريجنانسي وبريست فيدنج، شغلنا في البيت وهذا كله اكزوستد وهذا متعب طبعا. واكثر واكثر لو كنا احنا ست عاملات حيكون عليها شغل اوتسايد ذا فاميلي وشغل انسايد ذا فاميلي. If the woman is malnourished، اذا هي كان عندها سوء تغذيه من الاساس and becomes pregnant she is more likely to have serious complication with a child bearing as bleeding infection or smell baby. اذا هي من الاول ما نورشت لحد ما تحمل حيصير لها مور بروبلم، حنضطر له كلياته هذا في اسمها complication during pregnancy. وفي النيوتريشن حنشوف اذا هي عندها اي complication وهي صغيره هيؤدي لمور complication لما تكبر وخاصه لما تحمل مو من هالبيبي ومن هالسمول بيبيز. الحاجه الثانيه اسمها اللي هي reproductive health. reproductive health اللي هي عباره عن اللي هي sexual transmitted disease، وهذه طبعا اكثر الاشياء اللي بتواجه الست. عشان كده انا دائما اقول اللي هي الكلينينج والهايجين واللبس والوارمينج والحاجات هذه لازم نهتم فيها. sexual transmitted disease بيصير عندي sexual health، صار الاسم sexual transmitted infection يعني STI مش STDs. والاستي اي اللي هي سيكشوال ترانسميتد انفكشن، مستحيل يصير عندك انفكشن الا اذا صار ديزيز. انكلود اللي هي اتش تي في او اللي هي بسميها الاتش اي في اللي هي الايدز الاميون ديفيشنسي اكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم سبيشالي مور ات ريسك فور اللي هي جيتينج سيكشوال ترانسميتد ديزيز اند ايدز ذان من من مان سيمن ستي انسايد هار بودي and carry into the blood as is no signs of infection so that
the treatment is to be sought. يعني بيقول كيف طريقة إنه الإيدز بينتقل للفيميل عن طريق الميل، لأنه في الآخر الميل سيمن هو اللي بروح على الفيميل بادي، بيقول بنقول لها الديزيز. في حاجة طبعا هلقيت إذا هو الديزيز صار إنه يتعالج بحاجة تانية، أو ممكن مثلا avoidance by اللي هي الكوندمز. بس في ديزيز تانية جدا يعني اسمها الهيومن اميونو فيروس HIV human immunovirus disease، وهذا اللي human immunovirus disease طبعا more than AIDS، يعني لانه هذا بيصيب السيرفكس، واحيانا جدا بتؤدي الى حاجة اسمها اللي هي cervical cancer، والcervical cancer very dangerous، لانه ممكن يكون عندي صار changes في قلب السيرفيكال وضلت لمدة سنة ما حدا يكتشفها. في الاخر اي ديزيز زي ما انتم شايفين، يعني حتى لو الميل ايدز بدي يصير عندي الميل ايدز، مش حيصير عندي الميل ايدز، لكن الديزيز تاعت الفيميل is totally different. كنت بريجنانسي طبعا هي بتتعرض للحمل كمان يعني اكثر من مره. In many world part of world and women become month يعني become اللي هي mothers before 20 years old، وهذا نعمه من الله. اذا احيانا يعني احيانا قبل ال 20 سنه، في ناس قبل ال 15 سنه في بعض المناطق في العالم. انا شفت بعض موفي احيانا الست ممكن تتزوج على 12 او 13 سنه، تصور شيء ذات شانز وشي بيكامن بريجنانت، وهذه ايش بيعمل بالتشينجز في هار بادي without family planning. طبعا اذا هي مش موجوده الفاميلي بلانينج، the risk for poor health and complication of pregnancy and childbirth is increased. الناس هذا حتكلم عليها اليوم المحاضره، يعني هذه شغلنا كبير حيكون جدا على الفاميلي بلانينج. والفاميلي بلانينج صارت نطاق واسع، وفي نيتشر وفي هرمونال وفي حاجات كثير جدا، وانا معاك. الفاميلي بلانينج هذه يعني لازم نحط كل الاراء فيها، حتى راي الدين فيها. فعلا انا مع الفاميلي بلانينج، ونشوف كيف الميثودز، لان هي بتريح الست، لانه لازم يكون سبيسز، هنتكلم عليها ان شاء الله لما نصل اللي هي الفاميلي بلانينج. تمام. complications from pregnancies and birth. The last 30 years the number of infant death has been greatly reduced while the number of women who die from pregnancy and birth has not. يعني ايش بقول لك، يعني صار تحسن في حالات اللي هي الانفنت، لكن للاسف الشديد صار كتير اللي هي نسبه الوفيات تبعت المضر بتزيد تزيد. وزي انا قلت لكم محاضره من المحاضرات، يعني 500,000 فيميل او ومن اضاي ييرلي من علاقه لها كلياتها بالكومبليكيشنز اوف بريجننسي. حكيت لكم المعلومه هذه قبل هيك، يعني نص مليون ست واكثر في بعض المناطق بتموت من الحاجات هذه. اولها اللي هي طبعا بسميها اللي هي بوست بارتم هيموريج، بعدين ممكن نخش من الابورشن بانواعه السبتك، لانه بيستعملوا حاجات الليجل من الابورشن. ممكن تموت من الهايبرتنشن ديس اوردر بريجننسي، ممكن تموت من امنيتك فلويد امبوليزم، ممكن يعني عكس الميل. يعني كل انتم لاحظين انا ذكرت اربع اشياء كلها علاقه بالبريجننسي، سواء بوست بارتم هيموريج، سواء ابورشن، ان سواء اللي هي بوست بارتم هيموريج وابورشنز، امنيتك فلويد امبوليزم، complications of pregnancy، hypertension، يعني كلها علاقة بالحمل. unsafe abortion، أو من يعني إحنا طبعا لما نجيب سيرة الابورشن هنا كنا بيجي في بالنا حاجة واحدة إلا spontaneous abortion، spontaneous نزل لحاله، هذا ما حدا بيقدر يتكلم فيه حاجة، لا في حاجة إيثيكالي ولا في حاجة ليجالي. هذا هنتكلم عليه إن شاء الله، ربنا إن شاء الله تكون أمور أحسن، نتكلم مع بعض ونتكلم عليها بالترتيب. تمام. unsafe abortion، أو من هو tried to end her pregnancy by having unsafe abortion she risk her life. طبعا في ستات كتير جدا بتحمل، وممكن الحمل هذا لا سمح الله يصير illegally، او بلاش اقول illegally، ممكن الحمل هذا يصير مثلا she don't want it وحملت ورا بعض، فبتلاقي مش مسموح لها، مش مسموح احنا عنا بالذات ان نروح نعمل عملية الابورشن. ما انتوا عارفين في غزة هذا ابسولوت، حتى لو هي بدهاش الحمل، مش حاجة اسمها بدهاش الحمل، حتى لو هي عاملة سيزيرين ولا حاجة وراحت حملت قالت لك انا بدي انزلها، مش موجود عندنا اشي هذا لانه الابورشن. لكن انا بدي اقول لكم عالم الابورشن عالم كبير، عالم الابورشن برا له رولز وله قوانين، والست من حقها تعمل ابورشن في عيادات وفي كلينكس. لكن في بعض الناس لما بيكون عندها الحمل ومش عايز الحمل، ما حاش مصاري تروح على كلينكس، فهي بتحب دائما تروح تعمل لحالها وتخش مشاكل كتير كتير، وهذا من احد الاسباب اللي بتعمل يا جماعه
اللي هي ماتيرنال مورتاليتي اسمها سيبتيك ابورشن. سيبتيك اللي هي راحت اللي يعني عملت انديوس. ايش يعني انديوس؟ انديوس اللي هي راحت عملت حاجه, اصطنعت الابورشن, اخذت حاجه معينه, عملت حاجه معينه, في الاخر لما هي عملت الحاجه هذه انتروديوس تو هار بودي انها اندي بريجنانسي, صار عندي سيبتيك, تسمم الابورشن, ممكن تخش في سيبتوسيميا وتموت من الابورشن. This lead to infertility, lasting pain, infection and other health problem. فعلا السيبتيك ابورشن اللي هو اسمه unsafe abortion بيؤدي الى مشاكل كتير جدا, بيؤدي الى حاجه اسمها infertility, lasting pain, او بسميه lasting pain, بسميه chronic pelvis pain, وبيؤدي الى infection, بيؤدي الى other health problem. حاجه تانية female circumcision او بسميها الفيميل اللي هي الميوتيليشن, ان هي عمليه الختان للبنات, وهذه قصه يعني بدها وقفه. يعني جينا احنا وعي على امياته وجداته انه كان عندهم يصير عمليه السيركمسيشن, هذه قصه كبيره جدا, حاجه مهينه, مش موجوده, لا موجوده في الدين ولا موجوده في الشرع. في مصيبه فيها هذه, انك انت يو كات ا بارت اوف هير بودي, تقطع جزء من الفيميل. يعني هذا بيختلف جدا عن عمليه اللي هي الميل سيركمسيجن ابسولوتلي توتالي ديفرنت. هذيك سنه وهذيك فيها الباربيو بنشال القطعه الموجوده على الميل, هذه بالعكس لازم تنشال. حتى الناس اللي برا الاجانب هلقيت ما كانوش يعملوا سيركمسيجن, صاروا هذه من سنتنا يعملوها, لانه هذه القطعه اذا ضلت ممكن تعمل اللي هي كانسر. لكن احنا الفيميل ليس موجود ولا اي حاجه ولا له قصه, وعليه حرب بشكل مش طبيعي في بعض الدول, موجود في بعض الدول, موجود في جنوب السودان, وموجود هذه قصص كبيرة جدا, هذه في حرب عليها وفي قصص كتير انه احنا ضد الحاجة اسمها فيميل اللي هي ميوتيليشنز او فيميل حاجة اسمها سيركمسيجن, ختان البنات. In which a part of all girls outer genitalia and cut and cause اللي هي serious health problem as the pelvis and urinary system and sexually emotional problem. لو خشيتي عليه لحالك هتلاقي انه هم مش مجرد بيجيبوا البذر, يعني بيشيلوا البذر اللي اسمها clitoris, البذر اللي بعطيها اللي هي الأورجازم, اللي هي بعطيها السنسيشن, مش مجرد بيشيلوا. هذا طبعا في الاخر لما بيشيلوا الجزء هذا بتصفي اللي هي يعني emotional blunt, يعني ما عندها مشاعر, ما عندها arousal, وهذا لا موجود شرعا ولا دينا. لكن بيعملوا حاجة أفظع من هيك, بيعملوا هي قط كل الجينيتاليا, وممكن يسكروا كل الجينيتاليا ويخلي فتحة صغيرة فقط اللي هي اليورينيشن والمونستريشن, وهذه قصة كتيرة العالم يعني قايم حرب عليها. لكن للأسف الشديد عندنا كلتشر كتير ديفيكلت, ما زال الناس بتمارس هذا الطقوس. In spite this problem it continue to be widely practiced. شايفين رغم أن المشكلة هذه الكل واقف معها, لكن للأسف الشديد ما زال الكل موجودة وملازل براكتس وموجودة بشيء مش موجود ومخبى, والحكومة بتحارب الاشي هذا. جنرال ميديكال بروبلم, تكلمنا على الفيميل كل اللي هي الهيلث بروبلم والريدكتور بروبلم والحمل والولادة. نتكلم هلقيت على حاجة اسمها اللي هي جنرال ميديكال بروبلم. الجنرال ميديكال بروبلمز الديزيز كان كوز اللي ديفرنت كايند اوف هارم تو منظار مان. الديزيز تاعت الفيميل بسبب اثى اكثر من المان. وومن هو سفر فروم ديزيز ويتش سويكينج هار and may be rejected by the husband. وللأسف الشديد أحيانا جدا لما الفيميل تمرض, البعض أنا ما بقول الكل, بتلاقي الميل ريجكشن, الميل ما الهزبند بالذات ما بتحمل المرض تبعها, مع أن الستات هم اللي بتحملوا. هذا من نعمة الله علينا أنه إحنا يا الفيميل بنتحمل كل إشي. يعني في بعض الحاجات طبعا اللي هي rejected, rejected اللي هي ينفر منها, منها اللي هي التبي, طبعا اللي صار عندها تبي اللي هي درن, سموكينج, الكحول, برمزن, حتلاقيها الرجال بيبعد عنها, مع انه الست لو كان الميل تبعها حتى درانك يعني بتلاقيها عملت سبورت وقفت جنبه. الومن ار ليس لايكلي تو سيك اند ريسيف تريتمنت انتل ذي ار سيريسلي ال, وبتحملوا بتلاقيها مش كل شويه بتروح تجري على الدكتور, صار عندها اي ديزيز, معلش ممكن ناخذ حبه اكامول, نستنى نصبر حالنا, لكن بمر علينا فتره لما سيريسلي ال إن صار عنا اللي هي الديزيز وصل لمرحلة خطيرة جدا, ممكن في الأسف الشديد it's too late, وصير إنه إحنا رحنا في الوقت الغير مناسب ونروح نجري للدكتور. Work hazard, الستات معرضة للwork hazard. إحنا أكثر work hazard نتعرض له في البيت, ما تفكروا شغل البيت حاجة is very easy, يعني بنتعرض لحاجات كتير في البيت. Women's face health risk every day from work at home, lung disease, cookies, berm,
فاير، يعني احيانا من البيرن، واحيانا بننحرق، واحيانا في المطبخ، واحيانا من اللود، احيانا وقعنا من كتر ما نعمل اوفرلود. ديزيز سبريد ثرو ذا ووتر، كمان احيانا ديزيز ثرو ذا ووتر. اوتسايد وركينج لونج اورز اوف ورك اند دبل ورك every day. طبعا اذا كانت الست عامله فهي والحمد لله رب العالمين work outside work inside، بيشتغلوا برا البيت وبيشتغلوا جوا البيت. سلام تعظيم لكل الفيميل اللي عمالين يشتغلوا، كل التحيه كل الاحترام، ان شاء الله هو اللي بيجزيهم الخير ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقولها لازم انت تهتمي بصحتك حتى لما تكوني انت برا البيت، لازم دائما يكون معاكي هيلث دايت، لانك حتصلص احيانا 8 ساعات واكثر. فكل تحيه للاخوات العاملات وكل الناس اللي بيشتغلوا بيشتغلوا نايت دايت، يعني نايت ديوتي في القباله في التمريض في كل، بتقعد 12 ساعه برا بيتها، بتروح في الاخر بتعمل بيتها. كل احترام وكل تقدير لكل اخواتنا الفيميل. طبعا هنا exertions and هي increase risk for illness، طبعا الارهاق والتعب وكله هذا لازم مطلوب اللي هي من الفيميل. في حاجه تانية كمان بتصيب الفيميل، الفيميل اللي هي يعني نقول عنها اللي هي ان mental health and problems، mental health and problems ان women and women have the same risk for developing mental health problem، يعني الميل والفيميل بصير عندهم المشاكل العقلية والنسيولوجية the same، بقولوا نفس النسبة. لكن severe depression affect many more women than men، صحيح يعني depression بتلاقيه بصيب الفيميل اكثر من الميل، هذه حقيقه موجوده. وبعدين تنسوش انه احنا يا الفيميل عندهم حاجه اسمها الهرمونال تشينجز، فهرمون الانوثه والاستروجين لما بيعلى بتلاقي الفيميل صار عندها الجود امبريشن والجود والهابينس، لما بوطى بصير عندها افكت. هرمونات الولاده الاستروجين والبروجسترون كل هذا بتاثر فيها. الميل ما عندنا هرمونات بصير لها اكسلريشن وديسلريشن زيها زي اللي هي الفيميل. لقوا انه the effect of women who experience loss, violence and her community destroy undergo great changes. طبعا الست لما بصير عندها loss، يعني لا سمح الله صار loss لابوها، صار loss لامها، صار loss لاولادها، صار عندها violence اللي هي طبعا الاعتداء او اللي هي اللي بصير عليها، her communities destroyed or undergo great changes، كتير بيعملها destroying لها، كتير بيأثر عليها. Women who are less likely to get help than men if she suffer from any mental health problem. طبعا لو صار عندها أي mental health problem، حتى كل ال mental health problem سواء مين ولا female، بس الفيميل بالذات حتلاقيها إن هي بتسكت، بترضاش تحكي، بترضاش تتكلم عشان ما تروحش وتقول أنا everybody I will be exposed، يعني أنا كل صار عندي والناس عارفة عني وأنا صرت استجمة، هي بتحاول تخبي كل الديزيز اللي عندها. نتكلم على الحاجة اللي هي السادسة اللي بتأثر على الومنز هيلث اللي هي حاجه اسمها فايولنس. الفايولنس هتكلم عليه بالترتيب، هتكلم عليه يعني باسهاب ان شاء الله ايش انواعه، كيف نتلاشاه، كيف نعمل عليه. الفايولنس معناها العنف، والستات كتير معنفات، ويعني موجود دائما هذه فيها من المواضيع التوبكس اللي احنا دائما بنهتم فيها. الفايولنس يا جماعه الخير it can lead to a serious injuries mental health problem physical disability and death. يعني الفايولنس في كتير حاجات عنه موجود عنه، انتوا سامعين يعني في السوشيال ميديا، فلانة لقوها مقتولة، فلانة ضربها ابوها، فلانة ضربها، وطبعا هتخش فيها القضايا التانية، هتكلم بالفايولنس ودي حقه. نتكلم عن حاجة اسمها sexually abused by family members or friends or physically abused by partners اللي هي بسميها rape sexually harassment are constant threat the woman. وتكلم عليه ان شاء الله sexually، هتكلم عليه بالترتيب اللي هي sexually abuse موجود من الفاميلي ممبرز. في حاجات كتير احنا مخبي وما بنعرفها، واكتشف بنعرفها بتلاقيها لما تروحي انت تشتغلي في المستشفى الامراض العقلية او النفسية، خلينا اقول الامراض اللي هي النفسية، بتلاقي انه لما نيجي نعمل history والفيميل هذه تعرضت لحاجات كتير، هتلاقي عندها sexual abuse وهي صغيرة وعندها problem كتير، هتكلم عليها وديها حقها. تمام، حكينا عنها انه نفس الاشي الموضوع، بدنا يعني نعيد على السريع نفس الاشي، بس مجرد اني انا بعيد ايش الكوزز اوف بورتنج. حكينا عنها البافرتي الفقر، لو ستيتس اوف وومن اللي هي فايولنس اجينست وومن نفس الاشي، البافرتي حكينا نفس الاشي، الجيرلز بتاخد فود اقل من البويز، ممكن زي ما حكينا ان هي بتاخد education اقل
وللأسف كمان أحيانا جدا work on a skilled job and هي receive fewer wages than men، يعني بتاخد أجر أقل من الرجال. وطبعا مع شغل البيت طبعا يعتبر at home، her work is unpaid، إن شاء الله هو طبعا unpaid في ميزان الناس، لكن إن شاء الله paid في ميزان رب العباد. poverty force her to live under conditions that cause the human physical and mental problem as. وللأمانة لما أنتوا بتشوفوا مثلا في بعض موفي، شوفوا بعض القنوات ببين لك الستات والأندر الضغط والفيولنس، هتلاقي about house no sanitations and no clean water. واستغربت لما أقول لك إنه في بعض المناطق، في مناطق عالمية ما عندهم حاجة اسمها باثرومز في بيوتهم، اللي عندهم معتقدات دينية للأسف الشديد، وبتلاقي الفيميل ما بتروحش إلا في الخلا بعيد بعيد في الليل. في عندهم معتقدات في بعض الناس لليوم ولبكرة خاطئة جدا، الست لما تجيها المنستريشنز إنها يعني هذه مشكلة كبيرة، هذه مش كلين، هذه ديرتي، اعملوا لها ايزوليشن. شفت بعض موفيز انه انا لما بتجيها المنسز بحطوها في مكان ضيق وبحطوها بسكروا عليها انها تعتبر اللي هي نجسة، وهذه قصة كثيرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام. lack of good food، فيش الفود الجيد. accepting dangerous work or work very long hours، طبعا هي هتلاقيها تتقبل. والست يعني حمالة الأسية، والست كمان ممكن تقوم في اخوتها، ممكن تقوم في خواتها، ممكن تقوم في أولادها لو لا سمح الله زوجها تعبان جوزها مريض. فشايفين الحمل اللي على الفيميل، عشان كده دايما بقول يا ستات take care of yourself، انتوا اللي لازم تعملوا take care for yourself. كمان حاجة تانية cannot use medical care، مش بالسهولة، حكينا نفس الاشي ريبتيتيف. busy struggling to survive that they have a little time or energy. struggle بتجاهد، ودائما انا بقول عنكم مجاهدات، دائما الستات مجاهدات عشان تعيش، بتجاهد وبتتحمل، وحملت الاسية سواء من الفاميلي، سواء بكرة لما تتزوج، سواء اي حاجة. are a blame for their poverty and made to feel less important. طبعا كل الناس بتلاقيها بلايم، بلموها عشان البوفر تبعتها وانت فقيرة. يعني انا بديش اصل لمرحلة اني اقول انا انتي ميل، لا ما بدنا، احنا بدنا نكون مع الفيميل، نعمل سبورت للميل ومع هي وبس، يعني مع احترام للحاجات اللي هذه هي اولا، بلاش اقول هي وبس، هي اولا عشان هي تقدر تكون في كل المجتمع. poverty offers focus woman into relationship in which they depend on man. ليش عملية البوفرتي؟ عملية البوفرتي لأنه كله بعيرها، وانتي اللي هي دائما انتي يعني طبعا اللي هي بتعتمدي على الرجال، وهو بيجيب لك الأكل، وهو بيجيب لك الشرب. عشان هيك في بعض الناس بتقول لك أنا بحب الفيميل الضهرة تحت مظلتي، يعني أنا ما بحبها ستعاملة عشان هي ما يعني بتسمع كلامه وبتضلها اندبندنت. لا، هذه قصة تانية. تمام، المحاضرة هذه تكلمنا فيها على اللي هي الحاجات اللي تأثر على الومنز هيلث، تكلمنا على السكشواليتي من الأمور المهمة جدا، وتكلمنا على أنواع السكشواليتي، تكلمنا على البروبلمز اللي بتسبب بور وومنز هيلث. إن شاء الله أشوفكم في المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعطيكم العافية.